اللون الاصفر احلى ولا الاحمر احلى؟ خلينا في الازرق. لو لوجو لا لا، موف حلو برضه. اهلا بيكم في فيديو جديد، معاكم اسلام ماندو. في الفيديو ده هقدم لكم افضل كيسه ممكن تشتريها في 2020 وتشغل لك الالعاب اللي انت عايزها والبرامج اللي انت عايزها. لو انت اول مره تتفرج عليا فانزل اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا. في الفيديو ده هقدم لكم امكانيات الكيسه، الالعاب اللي ممكن تشغلها، مميزات الكيسه، عيوب الكيسه، وفي الاخر هديكم نصايح الشراء، يعني قبل ما تشتري كيسه مستعمله هتعمل ايه. الكيسه عامله 4500 كلها على بعضها. انا دلوقتي هقدم لكم مواصفات الكيسه. الكيسه ديل 920 كور اي 7. الكيسه ديت جيل رابع، فيها بروسيسور جيل رابع كور اي 7 4770، 3.5 جيجا هرتز، والكاش بتاعه 8 ميجا. اما بقى بالنسبه للرامات فهي 8 جيجا بايت. اما بقى بالنسبه للهارد فهو 500 جيجا وتقدر تعليه لحد 4 تيرا. ممكن تلاقي عند الراجل وتعدله وانت واقف وانت بتشتري، وتقدر برضو تعلي الرامات بتاعتك لحد 32 جيجا بايت. لو حابب تزودها وانت واقف ممكن تزودها، بيبقى الفرق معاك 300 جنيه او 250 حسب اللي انت بتشتري من عنده. اما بقى بالنسبه للفيجا فهي جي تي اكس 750 تي اي، والراجل بيقول لك لو حابب تبدلها بار اكس 470 فممكن تبدلها. اما بقى مواصفات الجي تي اكس 750 تي اي اللي هي فيها اصلا فهي بتبقى 2 جيجا اب تو 4 جيجا. الكيسه ديت بتشغل ايه؟ الكيسه ديت تقريبا بتشغل معظم الالعاب اللي هي في دماغك، اللي هي زي ببجي، زي فورتنايت، زي بيس 2020 وفيفا 2020 والادوبي بريمير والادوبي فوتوشوب وجميع البرامج بتاعت الادوبي. بتشغل ابيكس ليجن، ليج اوف ليجن، كروس فاير، وبتشغل جاتا في وفير كراي ومورتال كومبات اكس، تيكن 7 والعاب تانية كتير. الكيسة بجد امكانياتها تحفة بالنسبة للوقت اللي احنا فيه. فالكيسة كمان سعرها كويس، ولا غالي قوي ولا رخيص قوي. في ناس بتقدم تجميعات يقول لك رخيصة واقتصادية وتلاقيها ب 11000 جنيه وتقريبا قريبة من الكيسة دي. وبكده قلنا مواصفات الكيسة والالعاب اللي ممكن تشغلها. فاخر حاجة دلوقتي مميزاتها وهنقول عيوبها، وبعد كده هنقول نصايح الشراء. مميزاتها ان فيها 10 مداخل يو اس بي، طبعا فيهم 6 يو اس بي 2 و4 يو اس بي 3. نظام التبريد فيها كويس جدا، لو شغلتها 24 ساعة ولا هتحس بصوت ولا هتسخن منك ولا هتفصل، شبه كيسات ممكن تجيبها تسخن فتفصل معاك. لا، الكيسة دي لو شغلتها 24 ساعة ما تقلقش منها. في انواع كيسات لو التبريد فيها مش كويس ممكن الفي بي اس او اداء الجهاز يقل من سخونيته وممكن يفصل معاك خالص. فالكيسه دي فيها تبريد كويس فيساعدك انك تقعد تلعب 24 ساعه. الكارت اللي فيها تقدر تلعب على شاشات كبيره بيه، شاشه 32 او 42 او 50. الكيسه فيها واي فاي داخلي، مش محتاج انك تجيب وايرلس او حاجه تحطها في الكمبيوتر وخلاص بقى تنسى مشكله السلك. بس انا افضل انك تركب سلك برضو لان اداء الواي فاي غير اداء السلك خالص. بس عامه يعني فيها واي فاي احتياطي بحيث انك لو متضايق من السلك او كده فتخلعه وتشغل واي فاي عادي لو الراوتر بتاعك قريب منك. وسعرها ال 4500 ده من ضمن مميزاتها، والالعاب اللي بتشغلها ديت برضو من ضمن المميزات بتاعتها. اما بقى نيجي على عيوبها فهي فيها سماعه داخليه. السماعه ديت مش حلوه قوي، هي سماعه بتخرج صوت خارجي بس مش حلوه قوي وبتبوظ مع الوقت. دوت اللي قابلته في الكيسه ديت. والكيسه دي عيبها كمان انها مستعمله، فللاسف احنا ما نقدرش نشتري غير استعمال خارج لان الاسعار مولعه جدا. لو انت اشتريت الجهاز دوت جديد فهيكلفك فوق ال 11000 12000 في الحدود ديت واكتر كمان.
بس احنا بنقدم تجميع اقتصادية مستعملة، وبيصدقني هتعيش معاك، ما تفتكرش انها سنة او سنتين وهتبوظ، لا ما تقلقش، تقعد معاك 3 او 4 في الحدود دي، وممكن اكتر شوية كمان. يعني انا عندي الكيسة بتاعتي اشتريتها مستعملة، قعدت معايا 5 سنين ولسه شغالة لحد دلوقتي. نيجي بقى عند نصايح الشراء وانت نازل تشتري. اهم حاجة انك تسأل في كذا محل، مش محل واحد بس، تروح لده ولده ولده وتسأل السعر هنا والسعر هنا والسعر هنا وايه الاختلاف هنا عن هنا، وتسأل كتير وتتفرج على فيديوهات اكتر. انا بقدم كذا تجميعات عندي في القناة. لو عندك اي استفسار برضو تقدر تسيبه عندي في كومنت تحت، لو عندك اي مشكلة تقدر برضو تسيبها في كومنت تحت، لو عندك اي سؤال سيبه في كومنت تحت، انا برد على كل الكومنتات يا جماعة، وبرد على كله، بحاول اساعد كله. فما تبخلش عليا بقى بسبسكرايب ولايك، واحب اشكرك جدا على مشاهدة الفيديو، واحب اختم الفيديو بكلمة لا اله الا الله.